400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في هذا السفر المبارك في فضل الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن المحدث عبد المحسن العباد المدني، وهو يتكلم في كلمة التوحيد، ونحن نقول هناك كلمات تسمى الكلمات المسكوبة أو المسبوكة أو المصقولة، فنقول كلمة وهي في الحقيقة عبارة عن جملة تامة، وهذا يعرف في كلام العرب، فلما نقول الحمد لله إنما نعني بها الحمد لله، ولما نقول الحوقلة نعني بها لا حول ولا قوة إلا بالله، وحينما نقول كلمة الحسبلة نعني بها حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول كلمة التوحيد فنعني بها لا إله إلا الله. هذه الكلمة ليست كلمة مجردة، وبذلك لما يتأكد لنا هذا يرد فيه على كثير من الذين يظنون أن مجرد الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ثم يأتي الدجالين أو المشعوذين أو السحرة أو الكهنة إلى غير ذلك، فيتكئ على هذه الكلمة ويقول يكفي أني أقول لا إله إلا الله. نقول هذا الكلام غير صحيح، لا يصح أثرا ولا يصح نظرا ولا يصح منطقا. فمن حيث الأثر الله عز وجل ماذا قال؟ قال ألا لله الدين الخالص، قال الطبري وقال الزمخشري ونقله ابن كثير وكذا القرطبي وابن العربي والثعلبي والسمرقندي وجلة أهل التفسير، هذه الآية دلالة على معنى التوحيد. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وأيضا هذه دلالة على معنى التوحيد. وكل الأحاديث التي تكلمت عن فضل لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم قيدها فقال خالصا من قلبه، ولابد أن تضع خطوطا تحت هذه اللفظة لما قال بشر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولما قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من كان آخر كلمة الدنيا لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كل هذا تدل على معنى الخلوص، يعني أتى بشروط كلمة التوحيد، العلم والانقياد واليقين والقبول، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد بعض أهل العلم ثامنة قال الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الطغيان تجاوز الحد. فهنا أمر مهم وتقييد مهم ينبغي أن يكون على بال كل مسلم، أن لا إله إلا الله ليس كلمة تقال باللسان فحسب، إنما الإيمان الذي عليه معتقدنا أهل السنة والجماعة هو أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل ذلك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإذا كان الشيء يزيد فمن مفهوم المخالفة فإنه ينقص. وأيضا من حديث أبي قلابة عن أنس عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فلما قال حلاوة الإيمان فدل أن الشيء يكون حاليا ويكون حامضا، وهذا كل دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، خلاف من المرجئة ومن غيرهم من أهل البدع الذين يقولون أن الإيمان ثابت ولا يزيد ولا ينقص. نقول هذا خلاف الأثر وخلاف النظر، لأن الإنسان في حياته لا يكون على وتيرة واحدة، لا في صحته فإنه يمر بمراحل مختلفة، فيكون في مرحلة الجنين ثم يكون مرحلة الطفولة ثم الصبا ثم الشباب ثم يرجع بعد ذلك إلى مرحلة الشيخوخة كما قال الشاعر وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذا هو ساطع، يعني يحور يعني يرجع. الشهاب في قوته هذا القنديل المضاء يرجع يحور رمادا، لابد أنه يتمحض إلى إيش؟ إلى الرماد. وهكذا الإنسان بعد مرحلة الشباب لابد أن يرجع إلى مرحلة
الشيب. ولذلك لما كان رجل منحنيا فقال يا عم شاب يتهكم عليه قال بكم اشتريت هذا القوس، يعني يقصد ظهره المنحني، قال يا بني سيأتيك به الزمان من غير نول، سيأتيك به الزمان من غير نول، لا تتعب نفسك، حتنحني حتنحني. وقال الشاعر لما أمسك بعصا قال وما تحنيت من وما أمسكت ثالثة من تحن ولا من كبر، ولكن ليعلم أن المقيم على سفر. كلكم أو جلكم رأيتم ذلك اللاعب الكاميروني في نادي دينامو بوخارست الروماني في الدقيقة 72 وهو يلفظ أنفاسه، رأينا لكن ما بنتعظ إلا ما رحم الله. والله واللاعبين كده ماسك عيونه ويدمع. طيب أنت يعني هل أنت تغيرت؟ هل هذا المشهد هل غيرك شيء؟ هل كان ملك الموت يحتاج أن يستأذن عليه يقول له سنأتي في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني؟ لكي الملك الموت لا يستأذن إلا على الأنبياء والمرسلين فقط، أما ما دون ذلك لا يستأذن ملك الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فينبغي أيها الفضلاء أنما كل من مر بكلمة لا إله إلا الله وهي تمر علينا 5 أيام في اليوم والليلة في الأذان ونحن نرددها خلف المؤذن، لابد أن الكلمة هذه تعني لنا معنى، تعني لنا أنه حان وقت التغيير. والزمان أيضا يدهمنا، فهذا رجب قد مضى وشعبان قد أتى ورمضان عما قليل يدهمنا ونحن الآن في الثاني من شعبان، فلا بد تكون عندنا مراحل ليتغير فيها الإنسان. هذه المجالس وهذه الكتب التي نحن نقرأها وهذا الكلام الذي نحن نقوله هو ليس كلاما يقال ويذهب بعده الناس، لا، لابد أن يكون كلاما لكي يبقى ولكي يستقر ويكون بعده حالة من حالات التغيير، لأن التغيير الثاني لابد له من التغيير الأول، إن الله لا يغير، أو التغيير الأول لابد أن يتبعه تغيير ثاني، إن الله لا يغير ما بقوم تقديره من الضر واللأواء والمعاصي والبلايا والرزايا وتهكم الأعداء وتسلط الفسقة، إن الله لا يغير حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي. وتجد الإنسان يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى العود في عينيه، ممكن أنظر إليك أقول لك يا أخي انتبه إيش اللي في ثوبك هذا، بينما الثوب اللي أنا لابسه كله إيش ليس جيدا، لأن الإنسان دائما لا يرى نفسه في المرآة، لكنه عين الرضا عن كل عيب كريلة وعين السخط تبدي المساوية. ولذلك في كلام السلف ولا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أينما مثلما تكون يولى عليكم. جاء رجل علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين لماذا خرج الناس عليك ولم يخرجوا على الصديق والفاروق؟ قال لأن كنا رعيتهم، الفاروق والصديق حنا كنا رعية، نحن كنا رعيتهم، أما أنا فأنتم رعيتي. ولذلك كلما كان الإنسان في زمان فاضل وكلما كان في مكان فاضل ما ينبغي أن يعني يهرب منه ذلك الزمان الفاضل ومكان الفاضل كحبات زئبق يعني تخللت من بين الأصابع، ينبغي الإنسان أن يهتبلها. وكان السلف رحمه الله لأنهم يجلون كلمة لا إله إلا الله فيعظمون الزمان والمكان، فإذا دخل شعبان سموه شهر القراء، يقبلون على القرآن، بيعمل تريننج، مو داخل عنده اكسرسايزز كبير في رمضان. تريد بعض الناس ما يمسك المصحف إلا فين؟ إلا في رمضان، فتلقى يكون عليه ثقيل، القرآن يكون عليه ثقيل، مثل اللاعب، احنا نضرب المثال ليتضح المقال، مثل اللاعب اللي نازل عنده 90 دقيقة مباراة ولا اتمرن ولا شيء على طول في الملعب، جاله كرامب، جاله شد، جاله بتاع، شاله على المستشفى، ما كملش 5 دقائق، فتلقى ده أول يومين ثلاثة شادد كده في القرآن ومتحمس، وبعدين تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي، أدها كلها حكاوي مع الواتس اللئيم، يبعث يستقبل يرسل برودكاست، يجيب برودكاست، فتح الفيسبوك شوية، دخل على تويتر شوية، طلع على سناب شات شوية، أذن المغرب، أخذها نومة، ولا تراويح ولا مراويح ولا شيء، كالجيفة والعياذ بالله، ما له من الصوم إلا أنه جاع وعطش، لكن لا صلى في جماعة، لا قرأ قرآنا، لا تغير من حياته. أول ما جن عليه الليل قال لك بنسلي صيامنا، طلع من إمبسل إلبسل أفسخي لدريم لروتانا البوتانا الكوتانا، الحياة الحمراء والحياة السوداء، المنيلة بستين نيلة، وجلس يتجول هكذا مر على كل متردية ونطيحة وماكل السبع، ثم نام كالجيفة والحمار كرمكم الله. مو ربنا قال كالحمير يحمل
عمرك شفت حمار يقرأ الكتاب؟ ما هو قال لك في مالك عنده كان حمار، والحمار يريده أن يقرأ، فطلع إعلان ملكي قال يا جماعة عندي حمار، اللي قرأ الحمار حدي له هدية. فانبرى أذكى القوم، قال قراءته علي، حمارك ده أنا أعلمه لك. قالوا يا جاهل أتودي بنفسك إلى التهلكة، أحمار يقرأ؟ قال يا جماعة دي 10 سنوات وأنا في بلاط الملك، من تحت كبري إلى بلاط إيش الملك، من العشش إلى المشش حاكل الفلوذج وكل ما لذ وطاب، ودي 10 سنين، يا أموت أنا يا يموت الملك يموت الحمار. فنحن في هذه الحياة كده جالسين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور إيش الآخرة، ما تغير فيه شيء، تمر عليه الأيام. بل بعض الناس يضيق يقول لك جينا بقى صوم وصلاة وتراويح والمسجد حيصك أذاننا كل يوم ساعتين وساعة ونص يقعدين تراويح، بالذات لما يكون ساكن جنب إيش جنب مسجد يقرأ القرآن في ويقعد رسائل على طول للإمام، ترى خفف الله يرضى عليك، إن فيكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. هنا عرفت إن في ضعيف وسقيم، لكن أنت واقف قدام طبور التميز والفول قبل المغرب ما في ضعيف وسقيم؟ توقف سنة كاملة في الطبور ما عندك ضعيف وسقيم، لكن مريدنا فقط المغفرة ولعل الله أن يقبض روحك في هذا. إذن كل هذا يا أخوان لم يحقق معنى إيش لا إله إلا وما أمروا إلا ليعبدوا، ما حقق معنى لا إله إلا. وأعظم معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بإيش بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لابد أن يفرح الإنسان بالزمان الفاضل، ويفرح بالمكان الفاضل، ويفرح أن الله عز وجل أنسى في عمري حتى بلغه ذلك الزمان وبلغه ذلك المكان. فلا يكون أخسر الناس صفقة فيه، ولابد أن يأخذ فيه بحظ وافر، ولابد أن يكون أسبق الناس إلى تلك الأعمال الصالحات، وكان السلف لا يسبقهم أحد في مرضات الله عز وجل. قال بعضهم من نابذك في الدنيا فلقها في وجهه، ومن سابقك في الآخرة فسابقه. لنابذك في الدنيا، وتجد الناس الآن بالعكس، أبغى أكون أحسن منه، جاب عربية يبقى نجيب عربية، يتزوج يبقى نتزوج، جاب شقة أجيب كمان أنا شقة، طيب رجع لبلده وأنا كمان حاضبط نفسي وأرجع أنا كمان، اشترى له قراط قراطين، اشترى له أرض أرض، أنا كمان أشتري، ما اشتريش لي وأنا صغير يعني، ما أنا كمان وهك شغال. طيب أنت ما قدمت لي، أقول لك الرب غفور رحيم، لا تعقدوها، أنا بقول لا إله إلا الله وأنا قلبي أبيض، تلقى يوميا قاعد مع الحريم تشيك هاند على طول سلامات، ويبعث لها ضحكة كده، ويبعث لها وردة منيلة دبلانة زي وشه المعفنة كرمكم الله، مش يقول لك إحنا ناس قلبنا أبيض، أنتوا أصلا قلوبكم سودة، دي أختي. يا كذاب يا كذاب، أختك منين أختك هذا؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فين جعلتها أنها أختك؟ ومن فين أتيت بمثل هذه الأشياء؟ بل ربما أن أختك التي أنجبتكم بطن واحدة لا تبرها مثل هذه، كل يوم أنت سوي نفسك تسأل عنها أخبارك أمورك طيبة، ويمكن أمك أنت حتى ما شفتها، ولا حتى أختك أنك أنت تواصلها بين الليل وبين النهار. كل هؤلاء يا أخواني ما فهموا معنى كلمة لا إله إلا الله. امرأة ترسل سؤال تقول دائما في الرؤى أشوف تعابين، وحتى أصحى أنا أصيح وزوجي يصيح. قلنا لهم كيف حالكم مع الله؟ قالت ما بصليش. حتشوفي يعني حتشوفي أنهار، ما حتشوفي تعبان لحد ما يأخذ عمرك إن شاء الله. تعابين الدنيا، تعابين الحلم دي أرحم من تعابين إيش القبر. يقول لك ولد مع أمه راحوا كده محل بيبيع التعابين والسنيكس، فكده شاف تعبان عجب وقال له من اشتري تعبان؟ قالت له يا ابني لا تشتري، حيجيك في القبر. تشتريهوش، حيجيك في القبر يا حبيبي، جاي لك ان شاء الله في القبر. امراه موحده عارف معنى لا اله الا الله، ان شجاع الاقرع جاري موجود حيجي، لانه تارك ايش الصلاه ونسال الله العافيه والسلامه. لا نتألى على الله، نعوذ بالله من ذلك، ونسال الله ان يختم لجميع. لكن شوف الام المراه المسكينه على فطرتها ماذا قالت لمن، ماذا قالت لابنها؟ ما في حد يعدل هذا الموطن.
يعني ستموت حتما عاجلا أو آجلا عليكم السلام ورحمة الله. وإلى القبور نسوق كل يوم قوافلا، ستموت حتما عاجلا أو آجلا، وإلى القبور نسوق كل يوم قوافلا. لكن من الذي يتعظ كل من حقق لا إله إلا الله؟ هو الموفق إن شاء الله لمثل هذا. فهذا الذي أردت أن أبينه، أن كلمة لا إله إلا الله ليس كما تسمعون من بعض الفضائحيات ومن بعض الذين يخرجون على الناس ويدغدغ عواطفهم ويلهيهم عما أعد الله لهم، فيقول لك يكفي أنك تقول إيش بلسانك. كلا، لا بد لها من شروط ولا بد لها من عمل دل عليه النظر والأثر كما قدمنا آنفا. نعم. ما سوى الله ليس إله، وإن إلهية ما سواه أفضل الباطل. نعم. إثباتها أفضل الظلم منتهى الضلال. قال الله تعالى: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من يدعو عزيرا أو مسيحا أو شجرا أو حجرا أو مدرا أو وبرا أو بقرة أو بوذة إلى غير ذلك، هذا أبطل الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وكانوا بعبادتهم كافرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يعني وسائل المودة في الدنيا. نعم. ما يدعون من دونه، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وهذا إثبات اسم العلي والكبير، فيجوز الإنسان أن يسمى بعبد العلي ويجوز أن يسمى بعبد الكبير، وهذا من أسماء الله الحسنى. نعم. لأنها وضع لها في غير موضعها. نعم. يا سلام. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقيل شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، علم بشروطها ومقتضياتها. نعم. معنى الآية كما قال أهل التفسير: أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به وهذا معنى قول رب عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى الذين عملوا على جهل، فناسبهم من أهل الإسلام من كان عالما فلم يعمل، ومن كان جاهلا فعبد الله على الجهل. والخروج من كل هذا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب يعني أصحاب العقول. ولذلك قال ربنا عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أقسام جوابها إن في ذلك لقسم لذي حجر، يعني
لأصحاب العقول اللبيبة. نعم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا.